الجزائر تتسيد عرش كرة العربية هو العنوان البارز لمسيرة أبطال توج بجدارة واستحقاق بالكأس العربية في نسختها العاشرة على حساب نسور قرطاج في مباراة صعبة دخل فيها المنتخبان الشقيقان بشعار كن أو لا تكن. بالعودة لمسيرة المحاربين طيلة هذه الدورة التي كانت مميزة بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها تشكيل منتخب محلي في ظرف وجيز وكثرة التغييرات في عدة مباريات والاستنجاد بالعناصر المنتخب الأول، إلا أن كل هذا كان في صالح المدرب مجيد بوكرة الذي استطاع إيجاد توليفة كسبت الرهان أمام أعتى المنتخبات العربية وحظيت باحترام كل المنافسين والمتتبعين. رجال بوكرة افتتحوا المنافسة العربية بدك شباك المنتخب السوداني برباعية نظيفة في مرحلة المجموعات لتضيف فوزا ثانيا على منتخب لبنان بثنائية، والمباراة الثالثة شهدت تنافسا محتدما بين المنتخب المصري الذي تسيد المجموعة الرابعة باحتساب اللاعب النظيف. احتلال رفقاء بالليل المركز الثاني قادهم لمواجهة المنتخب المغربي في مباراة تميز فيها اللاعب المتوهج بالليل بتوقيع هدفا عالميا على طريقة كبار ساحرة المستديرة، ليتأهل الخضر بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادل المنتخبان في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدفين لمثلهما. النصف النهائي كان صداما مع أصحاب الأرض في مباراة مجنونة عرفت احتساب حكم المباراة 19 دقيقة كوقت إضافي بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله، ليأتي الفرج بأقدام الليل من علامة جزاء قاد بها الجزائر إلى المشهد الختامي للمنافسة العربية. مونديال العرب في نسخة العاشرة كان مكسبا حقيقيا للمنتخب الأول باعتباره فترة تحضيرية هامة قبل أيام قليلة من انطلاق كان الكاميرون، إضافة إلى بروز عديد الأسماء التي خطفت الأضواء والتي قد يستعين بها مدرب المنتخب الأول بالماضي في المونديال الإفريقي في صورة إبراهيم الذي قدم مردودا مميزا وعدة عناصر شابة أثبتت علو كعبها في المنافسة العربية في شاكلة المدافعين توغاي وشتي ووسطي الميدان بن دبكة وميريزاق اكتشف هذه الدورة، إضافة لبالليل الذي أصبح مطمع عديد الأندية الأوروبية بعد توهجه في مونديال العرب.